في خطوة تعد من أهم الدوافع الإيجابية لمساعدة المرأة وتمكينها بالاعتماد على نفسها في مواجهة قسوة الحياة، تشهد محافظة الأنبار افتتاح المشاريع الاقتصادية الخاصة بعمل النساء ضمن القطاع الخاص الذي يؤمن مصدر دخل لهن بعد غياب المعيل. يسعدنا أنه نشوف اليوم المرأة بمجالات عديدة دا تترك بصمتها، دا تفتح مشاريعها، دا تكون مستقلة مادية أكثر. دا نلاحظ خاصة في محافظة الأنبار، دا نلاحظ أنه هناك بصمة حقيقية للمرأة وكبيرة، وأكو تقبل من الطرف الآخر. هذا اللي إحنا محتاجين حقيقة، كنا محتاجين هذا الدعم إذا كان خاصة التشجيع. كما تعد عيادات التجميل النسائية من أبرز الأماكن التي تتيح فرصة عمل أكبر للفتيات من حملة الشهادات والخبرة في هذا المجال، فالعمل فيها مؤمن لكونها تخضع لشروط الرقابة الصحية والاعتماد على أطباء مختصين. طبعا هاي ظاهرة صحية، يعني تزايد العيادات الطبية بشكل عام، ومن ضمنها عيادات الجلدية والتجميل مثل بقية يعني مدن العراق. وبالرمادي بالذات شهدنا زيادة في هذه العيادات الجلدية والتجميل، وهذا شيء ممتاز كل زين، لكنه طبعا أكو شروط مش تضعها وزارة الصحة، شروط السلامة والأمان وشروط الأخرى يعني معروفة بالناحية الطبية، يجب أنه يشرف عليها أطباء أخصائيين عندهم يعني خبرة بالموضوع هذا، لأنه هاي الموضوع مو عملية سهلة أي شخص يقدر يمارسه، ضروري يكون المكان العيادة والمركز يكون ماخذ إجازة من وزارة الصحة. ندعم هذا الشيء من الفتيات القطاع الخاص أن يمارسن اختصاصهن، يعني شيء ضروري كل الزين، يعني هذا الشيء أنه الفتاة يعني تمارس عملها، وحتى لو كان ما عندها عمل وظيفة تمارس عملها، وخاصة اتجاههم لمراكز التجميل. تفشي البطالة وقلة فرص التعيين لدى الشباب دفع الكثير من الناس في الأنبار لرفع القيود عن المرأة وإفساح المجال لها للعمل في مشاريع استثمارية مع مراعاة الأعراف العشائرية. من الأنبار عثمان الهيتي، الرشيد.